دكتورة روناكم نها جبر مشروع هيرنس إب دعماء إف تشيبو أف مشروع المركزات تدريبي المشفى ديركي تشيبو أف مشروع سر منفسيبو ستكس حاضربو دفترة مها سري مها بينجاد حياة بازي مها حفتة أف تدريب أم قلكي محتاج بون دفي فترة أنا اسمي سيد بلال عمر مدرب مركز ديريك للتدريب الطبي. المركز معني بمجال التدريب الطبي للكوادر الطبية. كان عندنا مشروع هيرنس بدعم إيف فرانس إكسبريتيف فرانس بلشنا فيه بداية شهر الخامس لمنتصف الشهر السابع. أف تدريب أم قلكي محتاج بون دفي فترة إجبر معلمة عند ريراست أم تشاوى منفسات أعمال بكن دفي فترة هاني دفي أزمة كوفيد تشيبو كوفيد 19 خاصة مشروعك ينهبو الباكوري رجلات سوريا صدكس حاضر بون دفي مشروعي ده. عدد المتدربين كان 100 متدرب من شمال شرق سوريا من أطباء وفنيين تخدير. المتدربين تعلموا على طريقة استخدام التهوية الآلية وأنظمة التهوية الآلية، كيفية وضع المريض على جهاز التهوية الآلية بإضافة لبروتوكول العلاج لمرضى كوفيد 19. ريراس معلمة عندن تشاوم جهازا فيخن تشاوم صرنا خشا بظبطين بطبقين نخش شو محتاجة قلك برامجني نهبون معرفين سر نقص الكوادر الطبية الملمة بأنظمة التهوية الآلية وتطبيق المنافس. كان عندنا نقص ومنعاني من هاي المشكلة. المتدربين كانوا جدا مبسوطين وجدا مرتاحين انه راح يرجعوا على المشافي تبعيتهم قادرين على التعامل مع اجهزه التهويه الاليه ولديهم بروتوكول خاص بمرضى كوفيد 19.